هجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم هاجر معاك. اللي متابعنا بقالنا 3 حلقات والنهارده رابع حلقه، بنتكلم عن اللون، بنتكلم عن القروض في امريكا، نظامها، شروطها، مميزاتها، عيوبها. يعني بجد ارجعوا للحلقات اللي فاتت علشان يبقى عندكم فكرة كاملة متكاملة عن الموضوع، ويبقى عندكم دوكيمنت كده، ملف عن الموضوع ده. هو حتى الآن في شهر 5 سنة 24 ده الكلام الأبديت النهاردة. بيشرفني في الاستوديو في برنامج مهاجر معاك الأستاذ أنور معوض، وهو لون أوفيسر وليه خبرة كبيرة جدا في هذا المجال، وجاي مخصوص عشان يساعدنا ويقول لنا معلومات جميلة. أهلا وسهلا بيك، منورنا يا ربي كالعادة. الحلقة بتاعت النهاردة بقى عن الناس اللي عايزة تستثمر. أيوة. وأفضل استثمار هو الاستثمار في العقارات. أيوة. ليه أفضل استثمار هو الاستثمار في العقارات؟ ولو أنا عندي مبالغ قليلة أقدر أعمل كده ولا لأ؟ ولا لازم أكون عندي مبالغ كبيرة قوي عشان أعمل كده؟ كلمنا عن موضوع الاستثمار في العقارات وقرض الاستثمار. تمام. الخبراء والاقتصاديين والأرقام والأحصائيات بتقول أن معدل الزيادة على مدار 60 سنة اللي فاتوا في أمريكا، لما مسكنا الأسعار من 60 سنة لحد النهاردة وعملنا أفريج، عندنا زيادة سنوية للبيوت بمقدار رهيب، لدرجة أن أنت لما تشوفي أنه معدل 6% ده رقم عالي جدا، لا ده مش رقم عالي. لما تيجي تشوفي أن أنت في خلال ال5 سنين اللي فاتوا تقريبا الأسعار في أمريكا كلها تقريبا دبلرت، بيتك وبيتي كل حد تقريبا اتضرب في 2. فأنا دبلرت، وارجع اقول ان الاستثمار العقاري مش مهم، لا اكيد في يعني في اعتراض على الكلام ده. ده حاجه. تاني حاجه، انه انا بستغل رقم البيت كله في ان هو بيشتغل لحسابي. انا لما باخد قرض على بيت ب 500,000 وانا بدفع المقدم بتاعه وباخد الرقم كله، البيت لما بيزيد 3% بيزيد 15,000. لما بتحط ال 15,000 دي تقسميها على المقدم بتاعك، العائد بتاعك بيكون عالي جدا، احسن من اي فايده او احسن من اي سي دي او احسن من اي حاجه انا بفكر فيها. الناس اللي عاشت في البلد هنا وبقالها سنين طويله، واصحاب البلد اساسا القدام اللي هم فكروا ازاي يستثمروا في المجال العقاري، كان قدامهم كل المجالات التانية، ليه قرروا ان هم دايما يستثمروا في الريل استيت؟ لانه ده الحاجه اللي بعد سنين وسنين بتضاعف وتضاعف وتضاعف الثروه بتاعتهم، الثروه الحقيقيه. الثروه الحقيقيه عندنا هنا في الريل استيت. اوكي. الحقيقه انه البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هايل جدا ورائع جدا ومفيد جدا لكل انفسترز، كل واحد عايز يستثمر هنا، وببساطه شديده جدا مفيد لانه شروطه هايله. ينفع كل مشاكلنا مع كل الناس في القروض، ان هو بيقول لك انت عايز اجيب لك انكم، انا لازم اوري انكم. الكارد بتاعنا النهارده مش محتاج منك اي انكم، مش هسالك في دخل، مش هسالك في بنك ستيتمنت، مش هسالك في بي ستار. امال هاخده ازاي؟ هتاخديه بان انت تكوني بتقدمي المقدم بتاع البيت اللي انت عايزه تشتريه. الناس اللي معاها فلوس بتقدر تحط معاها، عندها فائض دخل وفي نفس الوقت هو شغله بسيط او مغطي المورجج بتاعه، بس عنده فلوس اون سايت وعايز يستثمر. فيقول استثمر ازاي؟ ده انا يا دوبك الدخل بتاعي بحطه في المورجج والباقي عايش بيه. أيوة. اجيب مورجج ازاي عشان اشتري بيت تاني؟ ودي الغلطه اللي دايما بنصح فيها في كل الناس. تواصل معايا، كلمني وانا اقول لك نقدر نعمل ايه، ان في برامج وفي اساليب كتير جدا تخليك تتجنب كل الهسل ده. برنامج بتاعنا النهارده اسمه اساسا، هو اساسا اسمه خدمه الدين، يعني هو بيغطي لي الدين بتاعي. الفلوس البيت نفسه انا بستخدمه في ان هو يجنريت الانكم اللي بيغطي لي الدين بتاعي. يعني بمعنى ايه؟
انا هستخدم الرنت للبيت اللي احنا هننفست فيه هو اللي بيغطي المورجج بتاعه. فانا بالتالي قبل ما بشتري البيت بقول انا عايز البيت ده. البيت ده ال 20% بتاعته موجوده معايا. خلاص البيت ده ال 80% المتبقيه هتاخدها لون. قرض 80% من قيمه البيت. والبيت ده بيتعمل له حاجه زي فورم اسمها 1007 بتحدد البيت ده ايجاره كام في المنطقه دي. وبالتالي از لونج از ان الايجار بيغطي المورجش انت تقدر تاخد البيت. وطبعا عاده بنقدر نحسب الحسبه دي كويس جدا وبنقدر نختار المنطقه المناسبه وناخد عدد غرف معينه. انا بساعدك بان انت يطلع لك كمان انكم زياده فايده زياده. طبعا بغض النظر في ناس طبعا بتؤمن بانه انا كفايه عليا ان انا اغطي يعني دي مدرسه في المدارس انه يغطي المورجج بتاعه انا اغطي المورجج بس وكفايه ان انا بعد كام سنه البيت ده هلاقي فيه اكويتي محترم جدا. لا انا كمان بساعدك ان انت يطلع لك كاش فلو حاجه كل شهر ولو بسيطه يخش جيبك ولو بسيطه. بس الارقام اللي انا هطلعها لكم دلوقتي وهشرحها لكم مش بسيطه ولا حاجه. ارقام هايله جدا. قول لنا. فدلوقتي احنا كل المطلوب مننا هندي مثال بسيط خالص. مثلا هنقول ان انا كل المطلوب مني ان انا اوفر من 15 ل 20%. امتى 15 امتى 20؟ هنقولها في عجاله. لو انا عندي بروبرتي رنتال بروبرتي قبل كده وعندي وعندي الاكسبيرينس بتاعتي البنك بيسمح ان انا هو يديني يسمح لي ان انا احط 15% بس. اوكي. لو انا فيرست تايم انفستور فانا كده ما عنديش خبره اول مره بيقول لي لا هتحط 20%. فدي التركه بس الوحيده. فممكن في الاول 20 وبعد كده انا بقدر احط 15% بس. طيب لو انا بتكلم في الكلام ده انا ايه المطلوب مني؟ انا مش مطلوب مني زي ما قلت مفيش بي ستابس مفيش تاكس ريتيرن. كل ما في الموضوع ان انا لازم اتاكد ان انت عندك بيت ساكنه فيه. لان بعض الناس بتحاول تابيوز السيستم ده او اللون ده ويقول لك ايه انا عايز فلازم اتاكد اخده واعيش فيه. لا ما ينفعش. انا ما سالتكيش في انكم فبالتالي ما ينفعش ان انت تاخدي البيت ده. البيت ده الانكم بتاعه جاي من الرنت فانت ما ينفعش تعيش فيه. اوكي. ولا ريليتيف ولا اولاد ولا بنات ولا اولادي ولا بناتي كل ده ممنوع. كل ده ريد فلاج. ده ايجار. فعشان نبقى برضو بنوضح الصوره. فلازم انا اكون عندي بيتي وعلى الاقل بقاله سنه شارياه على الاقل. ما ينفعش ابقى لسه شاري بيت واخش في البرنامج ده على الاقل سنه. تاني حاجه لازم اكون بقالي 3 سنين اخر 3 سنين في حياتي ما عنديش بانك رابس. فالكريدت بتاعي واحنا وضحنا بقى. النقطه دي واحنا وضحنا الموضوع ده في قبل كده. تاني حاجه ان انا ما يكونش بقالي 3 سنين عملت ديفولت او ما جاليش تاخير في المورجج بتاعي. 3 سنين بدفع اون تايم منتظم. اوكي. لو انا بقالي 3 سنين او ريفر لكن لو انا لسه شاري بيت وبقالي سنه اتس اوكي خلاص. بس برضو تكون منتظم وبرضو تكوني منتظمه. الفايكو سكور بتاعك ممكن بيسمح لنا فايكو سكور لحد ارقام قليله جدا يعني ممكن مثلا 660 680 فايكو سكور وده قليل جدا طبعا. برضو بتستل ان انت كواليفايد للبرنامج ده فطبعا يعني هايل. واختصاره ديت سيرفيس كفر ريشيو. يعني ايه ديت سيرفيس كفر ريشيو؟ يعني الديت اللي هو الدين. السيرفنج بتاعت الخدمه ده هي اللي بتكفر على الريشيو بتاعك. فانا كده ما عنديش اي ريكويرمنت ان انا ابين اي انكم خالص. مش عايز منك انكم خالص. فطبعا هايل. انا بحسب لك الحسبه بقول لك ايه المناطق اللي تحب او المفيده اللي فيها الرنت كومبيرنج لثمن البيت كويس جدا وبنصحك بيها. لانه مش عاده مش كل المناطق بتكون مناسبه. في مناطق بيكون الايجار بتاعها مقارنه بسعر البروبرتي نفسه بياكل الرنت مني. فانا مثلا عندي انا برضو عايز اقول لك على يعني شفت أرقام بيت مثلا ارقام مثلا نقدر نناقشها سوا والناس تقدر مثلاً. واللي معترض على الارقام دي كلمني. يعني في ناس هتقول لك ايه ده الارقام دي مبالغ فيها جدا. أوكي. لا كلمني وانا بالدليل والارقام اديني المثل ده مثلا وهوري لك وهشرح لك وهقول لك بالظبط. يعني مثلا كان عندنا حاجه لسه جايبينها لحد في شاري حد بيت في اريزونا 380,000 البيت كله اربع اوض 380,000 في فينيكس يعني لسه مخلصين الديل ده. الايجار هناك من 2800 ل 3000 من 2800 ل 3000 ده الرينج. اوكي. ناس مأجره هناك وده بيتعمل له على فكره دراسه وابريزل وقصه. يعني الموضوع ده مش انت اللي بتدعيه. دي ارقام حقيقيه ومثبته. ماشي. فالراجل ده حط 20%. اوكي من ال 380. اوكي. انا هفترض ان انت فيرست
فيرست تايم ان انت انفست، فانا هقول لك حطي 20%، مش هقدر اديك 15، هقول لك حطي 20%. طيب. الفايده بتاعتنا بتتكلمي مثلا انا حاسب حسبتي هنا على اساس 7.7 او 7.6%، دي فايده عاليه عاليه. اوكي ماشي، لان ده انفستمنت. أيه. فطبيعي ما بيبقاش فانا عندي داون بيمنت حوالي 76000 حوالي 76000 وعندي اللون اماونت اديته 304000. لما انا احسب ال 304000 دي على 7.6 تقريبا الانترست بتاعت الرقم دي 1900 دولار. في ميزه حلوه جدا للبرنامج ده، انه ينفع تقولي لي انا عايز ادفع انترست اونلي، مش هدفع برينسيبل، ادفع انترست بس. فدي ميزه كمان، فانا النهارده اعمله له انترست اونلي، فانا الفلوس دي اللون هو بدفع انترست بس، فهو عنده 1900 دولار. تاكسس في اريزونا يا جماعه، ودي برضو حاجه ما حدش يعرفها، التاكسس قليله جدا غير هنا خالص. احنا عندنا هنا النورمال 1.1 1.2 احيانا بنوصل ل 1.4 بالسنت لثمن البيت، وبتقسمه على 12 الحسبه اللي احنا كلنا عارفينها. هناك كام؟ تقريبا ما بنعديش 0.4 0.5 0.4 0.5. فالتاكسس بتاعت البيت ده طلعت عنده 250 دولار. اوكي انشورنس بتاعه 100 دولار، توتال مصاريفه كلها 2250. 2250 ده كله، يعني هو عنده فائض فلوس هتخش في جيبه حوالي 650 دولار كل شهر. لو ضربناهم في 12 عمل 7800 دولار في السنة. عائد على 76000. لو حطيت الرقمين دول على بعض هتلاقي العائد بتاعك 10.25%. 10.25%. النهارده ما نبصش على 10 وربع بس، انا ببص بقى على بعد كام سنه العقار ده راح في حته تاني خالص، والسعر طبعاً. بقى في حته تاني خالص. لو حطيت ده مع ال10 وربع وحطيت الايكويتي بعد سنتين ثلاثه البيت ده راح فين، انت مش هتلاقي 10 وربع، انت هتلاقي الريترن على ال76000 ده عدى ال25%. واو. فانا النهارده بتكلم في انفستمنت يستاهل، احسن من ان انا بفكر في مثلا احط فلوسي في سي دي ب 3-4%، اصلا انا خايف، اصلا انا مش عارف ايه. اي لكن انا النهارده عندي الناس بتانفست والناس بتاخد، وبتاخد بفايده يعتبر نسبيا عاليه. وعلى فكره انت ينفع تعمل ريفاينانس برضو، مفيش مشكله. بس اللونز دي بتكون الريفاينانس بتاعتها مش اقل من سنه، يعني على الاقل يعني ده بياخد مثلا بيبقى فيه اشتراط سنه، يعني بعد سنه تقدر تتحرك فري فاينانس. بس 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 انا هروح فين؟ ما هو لون مديني من غير ما يسالني على انكم، بين انكم عشان اعمل ريفاينانس. طب ما عملتش ريفاينانس يبقى الوضع كما هو عليه 7.6 وانا باخد انكم وبطلع فلوس كويسه جدا وانا مبسوط، وكلنا وين وين، البنك مبسوط وانا بطلع فلوس ومتابع شغلي وبقدر انفست. اللونز دي ممكن تاخدي بيت 2-3 از لونج از ان انت بتقدري توفري 20% او 15%، بتقدري تاخدي بروبرتي واثنين وثلاثه. بس حضرتك بتتكلم على منطقه معينه وسعر معين للبيوت. مظبوط. يعني ما هو مش كل الناس هتقدر يعني تتحصر في الحته دي. صح. ازاي وسع لي، يعني وسع لي دايره الاستثمار شويه، يعني اديني يعني قول لي مش مهم اريزونا، مش مهم عايزه تشتغلي جوه كاليفورنيا وتبقى حاجتك قدام عينيكي ومش عايزه تروحي ولايه تانية. احنا عندنا فيكتورفيل، خشي متوسط البيوت هناك فيكتورفيل 4 اوض 400000 410 420 430 ده الرينج بتاعنا، في حاجات ب 390 اربع غرف 2000 و2500 سكوير فيت وحاجات كده، بيبقى مثلا من اول 1800 لحد 2300 تقدري تاخدي. فانت ممكن يبقى مثلا ال 20% بتاعتك حوالي 80000 وتقدري تاجري وتقدري تهندلي كل حاجه ويبقى تحت ايدك وبرده ارقام. لكن ما اروحش مثلا منطقه زي اورنج، لا اكيد لا، دي عدت خلاص 900000 اقول اجره، لا ده مش مغطي معايا، لا مش هيغطي. طب عايزه يغطي وانا معايا كاش وحابب اخد فرنج، حط بقى بدل 15 و20 هتحط 30-35%، هتلاقي الدنيا في الاخر بتتغطى وبتتزبط. لان من ضمن اشتراطات القرض ده ان مفروض ان انت تغطي الرنت، يغطي المورجش. ايوه حضرتك برضو بتتكلم عن كاليفورنيا، عن كاليفورنيا. انا كنت بتكلم في تكساس. سوري في اريزونا. اريزونا. تمام. وحته في كاليفورنيا. تمام. بس عايزين علشان لو في، احنا انا عارفه ان عندنا مشاهدين كتير بيتفرجوا علينا على برنامجنا وجريس وكده من ولايات تانية، استثمار العقارات ينطبق عليه هذه الشروط اللي حضرتك قلتها في اي مكان في امريكا؟ في اي مكان في امريكا. يعني دي نقطه. البرنامج ده متاح في كل ولايات امريكا ما عدا واشنطن.
بس أوكي. يعني واشنطن هي اللي مش موجود فيها ما اعرفش ايه السبب، بس هو بنستخدمه في انا لايسنس في 10 ولايات أيوة. هيظهروا على الشاشه اقدر اساعدك في ال10 ولايات اللي هيظهروا على الشاشه دول، اللايسنس بتاعتي متاحه في ال10 ولايات دول اقدر اساعدك فيه، وهي اكبر ولايات في امريكا. حلو قوي. تكساس، فلوريدا، كاليفورنيا، اريزونا، كل ده ناس عندي بتبقى عايشه هنا وعماله بتشتري، بتكلمني وبتشتري حاجات في اريزونا، بتشتري في جورجيا، بتشتري في تكساس بنفس البرنامج ده. رائع. وفي نفس الوقت العشر ولايات اللي حضرتك بتتحرك فيهم هتقدر تقول فين المناطق اللي ينفع اجيب فيها استثمار بحيث يجي لي عائد. هو طبعا موضوع ان الرنت ده موضوع سهل جدا، انت بتحط المنطقة وبتحط العنوان، بتشوفي ان الاونلاين بيعرفك الرينج بتاعك ايه، وانا بعرف الناس ازاي يطلع لما يكلموني اعرفهم ازاي يطلع بالرنت حتى اعلى من الميديان ليفل للمنطقة. في طرق تخلي الرنت بتاعك اعلى، بس هي يطول شرحها شويه في مش موضوعنا، لكن تقدر كمان ان انت تستفيد بالحاجه دي. يعني لسه كنت بقرا سؤال على جريس من قريب، حد بيقول يا جماعه انا معايا 50,000 ومش عارف، ولسه جاي يعني جديد وعنده بيته وكل حاجه، انا مش عارف اعمل بيهم ايه. تمام. هل الارقام دي تسمح باستثمار عقارات ولا دي قليله؟ على هقول لحضرتك حاجه، في قانون اتغير من اول شهر 11 اللي فات، وده انا كنت عامل عليه حلقه قبل كده، ده هايل جدا وكويس ان حضرتك عملت منشن الموضوع ده. يا جماعه دلوقتي اليونتس في كاليفورنيا، كانت زمان لو انت بتشتري 2 يونتس و3 يونتس، عارفه المبنى اللي بيبقى 2 يونتس 2 ابارتمنت، مش بيت 2 ابارتمنت 3 ابارتمنت بيتباعوا مع بعض، كان زمان القانون بيشترط ان دي حاجات لازم تحط فيها 20%. القانون ده اتغير من شهر 11 اللي فات، 5% فقط. طيب انا مش هعرف اغطي، ما اللون كده كبر، ده انا بقيت حاطط 5% بس، يعني اللون بتاعي كبير. لا، المفاجأة بقى عشان تسهيلا للناس، والموضوع دي بقول لك حاجات كتير الناس مش بتبقى عارفاها، انا ينفع استخدم الرنت بتاعي لو انا خدت المبنى ده، اخد الرنت بتاعي الاثنين يونتس التانيين واضيفهم للانكم بتاع حضرتك. فبالتالي بخليكي كواليفايد تسكني في يونتس وتأجر الاثنين التانيين، فبقيتي انفستورز وبقيتي ساكنه، وكل ده بارقام بسيطه نسبيا. فلو انت بتاخدي حاجه زي كده ومعاكي رقم مثلا 60 70 وعايزه تاخدي المبنى ده، بقدر اخليكي تاخديه عن طريق ان انا بضيف لك الانكم للرنت بتاعهم، مع اني لسه ما اجرتهمش، انت لسه هتشتريه. ايوه، بس احنا بنعمل استيميت للرنت وبضيف لك الاثنين رنت دول كانهم انت بتقبضيهم وبيخشوا معاك، فبيخلوك الجيت كواليفاي. كل دي حسابات معقده الناس مش بتبقى عارفاها، مش عارفه هي بتتعمل ازاي، ومش عارفه ان القانون بيسمح لها بالمزايا دي. لازم نقعد مع بعض ونشرح بالورقه والقلم كده وعلى المهل ونوصل للحاجه المظبوطه. في ناس كمان بتيجي بتاخد المبنى ياخده هو وليه اخ، وياخدوا مثلا حاجات اربعه، اربعه دوبلكس مثلا، اربعه مع بعض كده. أيوة. ياخدوا هو يسكن في واحد واخوه في واحد والاثنين التانيين اجروه بالظبط، فهو استفيدوا هما الاثنين، بقى هما بقوا فجاه بقوا لاند لورد بيأجر وبيستفيد وهو في نفس الوقت سكن. ممتاز. فدي كلها بتساعد، فالقوانين بتتسهل بس تتواصلوا ونبص على الحاله وندرسها ونشوف الدنيا ممكن نقدر نعمل فيها ايه. روعه. انا في نهايه سلسله حلقاتنا، طبعا دي مش هتكون اخر، دي اول سلسله بعد شويه تيجي تدينا الابديت، تقول ايه للمشاهدين؟ بص كده الكاميرا بتاعتك، نصايح بقى روشيتا بسرعه كده. اول حاجه لازم تمشي يعني تمشي بامانه في الورق بتاعك، ما تحاولش ان انت حد يقول لك تعالى نتلاعب في انكم، تعالى نزور الحاجات دي، كارثه كارثه كارثه، اوعى تعمل كده. كان عندي حاله من شهر تقريبا، حد من غير ما يعرف حد غير له في ورق وعشان برضو يساعده في حاجه، فللاسف اتعرفت واتعمل عليه ريد فلاج وبقت مشكله كبيره جدا، وما كانش عارف ياخد لون، وللاسف الريد فلاج ده لما بيتعمل بي 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 بيتعرف ومش بتقدر تاخد لون. فجالي وكانت عنده مشكله كبيره وكان يأسان، وربنا قدرني بطريقه ما قدرنا ان احنا نثبت ان هو ما كانش ليه ذنب في الغلط وفي الداتا الغلط اللي اتحطت، والحمد لله قدرنا نجيب له لون اتظبط الموضوع، ودي حاجه انا اتبركت بيها وفرحت بيها جدا ان انا خلصت المشكله دي. امشي ستريت، حط ورقك مظبوط، الورق اللي الحاجه السيتويشن بتاعك اللي مش مناسب دلوقتي، تتواصل مع حد يفهمك ازاي الحاله دي تتظبط، ازاي
اظبط الدنيا دي. الفاكس سكور بتاعي وحش ازاي اعليه؟ الانكم بتاعي ازاي ابينه؟ لو عندي بشتغل بار تايم وبشتغل فول تايم ازاي ادمج الاثنين دول مع بعض؟ ازاي استخدم الهيستوري بتاعي بطريقه تبين الوقت الحالي انا بقدر استخدمه بطريقه معينه؟ انه انا احيانا ما ببقاش قادر اوضح الموقف بتاعي للاندر رايتر، لازم اللون اوفيسر يقعد يسمعني كويس جدا، تشرح الموقف بتاعك واقدر استخدم فيه مزايا معينه. في كل واحد عنده مزايا في الكيس بتاعه، ازاي اقدر ابرزها بطريقه مظبوطه طريقه مظبوطه، واقدر اقول لك ايه نقاط الضعف وازاي نقدر نسدها، وبتقدر تتحل شهر اتنين تلاته، بس بتقدر توصل لهدفك بطريقه مظبوطه، ويكون احسن بكتير جدا من ان انا اريسك او اخاطر او امشي ورا حد بيقول لي اي كلام وخلاص. بالظبط بالظبط. انا بشكرك جدا جدا، ربنا يباركك، وكانت حلقات مفيده جدا جدا. مشاهدينا انا بشكركم على متابعتكم للحلقات، وباكد على كلام استاذ انور تاني، يعني امشي ليجل يحتار عدوك فيك. عملناها انجليزي عربي اهو. لا بجد الامانه اهم حاجه طبعا، دايما بناكد عليها. الحاجه الثانيه خلي عندك طموح وشوف ينفع تعمل ايه. الحاجه الثالثه ومهمه جدا انك تروح للمتخصص، عشان كده بنجيب ناس متخصصة، وعشان كده بنحط أرقام تليفوناتهم، والناس بتبقى عندها استشارة على التليفون، مش هتاخد منك ولا مليم، هتساعدك وهتقولك تعمل إيه وتحطك على الخطوات المظبوطة. ربنا معاكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج مهاجر معاك. كلمة هجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك.